تركت أو تخليت عن العمل الدبلوماسي لأنه على حد قولك هو مرتع للفساد والإفساد، ولم تستطع أن تتحمل هذا النوع من العمل. أليس من الإجحاف الشديد أن يعني أن يصل الأمر بك إلى وصف العمل الدبلوماسي بهذه الكلمات؟ نعم، كان هذا في حقيقة الأمر أحد سببين دعاني لأن أترك الجهاز الدبلوماسي الجزائري وأنا مؤهل لأعلى المراتب سنة 95 وأستقيل منه. ليس إجحافا إطلاقا، في واقع الأمر سأبدي ملاحظة عامة ابتداء ثم أفرد أو أفصل في هذا الأمر. الملاحظة العامة، ونحن نتكلم على هذه الظاهرة أو على هذا الوضع العام، فإننا سنتكلم إجمالا وستكون هناك أحكام عامة بالتأكيد لها استثناءات، ولكن في رأيي أن حتى هذه الاستثناءات ما هي إلا تأكيد للقواعد العامة. الجهاز الدبلوماسي العربي إجمالا وعموما هو للأسف جهاز فاسد، وجهاز يتميز بالشكلية والمظهرية، جهاز يتميز بأنه في خدمة الحاكم وليس في خدمة الدولة. وهناك فرق بين أن تخدم الدولة بين أن تخدم الحاكم. عندما يتحول الأمر، وربما هذا كان من الأسباب الرئيسية كما قلت لك لغادرت، أنك تشعر أنك في خدمة نظام وليس في خدمة الدولة، أنك في خدمة مجموعة من الناس وأحيانا غير شرعية أصلا، وجودها في الحكم غير شرعي أصلا، تجد نفسك أنك مرتزق. لا يحق لك ذلك إذا كان لك ضمير أن تبقى في هذا هذه الخدمة. يعني تريد أن تقول أن الدبلوماسيين والسفراء العرب بشكل عام عبارة عن ثلة من المرتزقة؟ يعني كلام كبير. بشكل عام نعم، ثلة من المرتزقة، مرتزقة مع بعض الاستثناءات كما قلت البسيطة. لك البسيطة. لماذا؟ لأن الدبلوماسيين العرب لا يخفى عنهم، وربما هم أكثر الناس علما واطلاعا، خاصة مع وجودهم في دول خارجية وحيث المعرفة متوفرة وحيث الأخبار وحيث يعلمون أن هذا النظام العربي هو نظام النظام الرسمي العربي هو نظام رديء، هو نظام عاجز، هو نظام فاسد بشكل عام. وعندما تخدم أنت الفساد، عندما تخدم أنت الرداء، عندما تخدم أنت هذا الوضع وتقدم وتحسن صورته، عندما تبيع الأتروسيتيز بتاعه، عندما تبيع الكوارث بتاع النظام، تصبح مشاركا له وخادما له وفي أحسن الأحوال مرتزقا. طيب سعادة السفير.